بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل وإياكم المحاضرات الخاصة بتصاميم الخرسانة المسلحة لطلبة المرحلة الثالثة قسم الهندسة المدنية في جامعة البصرة. موضوعنا لهذا اليوم هو Analysis and Design of Two-Way Concrete Slab. سبق في المحاضرات السابقة إعطاء نبذة بسيطة عن أنواع السلاب التي ممكن إنشاؤها، وأيضا ركزنا بشيء من التفصيل في السقوف ذات الاتجاه الواحد أو البلاطات ذات الاتجاه الواحد، وأيضا نبذة بسيطة جدا عن السقوف ذات الاتجاهين. الآن نبين طريقة تحليل وتصميم البلاطات ذات الاتجاهين وطريقة التصرف الإنشائي لهذه البلاطات والطرق المحددة لتحليل هذا النوع من البلاطات أو السقوف ذات الاتجاهين. بينا سابقا أنه أحد الشروط الأساسية لتحديد نوع السقوف سواء كانت ثنائية الاتجاه أو البلاطات ثنائية الاتجاه أو أحادية الاتجاه One Way Slab هي شرطين أساسيين. الشرط الأول أنه يكون بالنسبة لل One Way Slab الفضاء الطويل مقسوما على الفضاء القصير هو أكبر ويساوي 2، وعدنا بالفضاء أو البلاطة ذات الاتجاهين يكون الفضاء الطويل مقسوما على الفضاء القصير أقل من 2. وأيضا التصرف الإنشائي في البلاطات ذات الاتجاه الواحد أنه تكون الانحرافات أو الديفليكشن في الون واي سلاب باتجاه واحد يحدث باتجاه واحد، وبالتالي يكون التصرف الإنشائي لنقل الأحمال أيضا يكون باتجاه واحد على الجانبين. بالاتجاه القصير يتحملها العتبات إذا كانت هناك عتبات طبعا من الجانب الطويل. في البلاطات ذات الاتجاهين يكون انتقال الأحمال باتجاهين وأيضا حدوث الهطول أو الديفليكشن باتجاهين، بالتالي راح يكون عندي أكثر من ميجر أكسس أو أكثر من ميجر دايركشن اتجاه رئيسي لانتقال الأحمال لهذا النوع من البلاطات. فإذا تحقق الشرط أنه طول الفضاء الطويل على القصير أقل من 2 نطلق على هذه البلاطة باسم Two Way Slab. الآن نستذكر بشكل سريع أنه هذه البلاطات شروط أيضا هناك محددات أخرى أو شروط أخرى أو نوعية معينة من هذه البلاطات قد تكون هذه محتوية على أو مستندة عفوا على عتبات في النهاية من جميع الجهات تكون بيمز، وممكن تكون مستندة على جدران، وممكن أيضا تكون في أحد الجهات ممكن تكون الجهة الخارجية فقط تحتوي على عتبات أو تستند على عتبات، وجهات أخرى الجهتين الأخريتين غير مستندة على بيمز ممكن تكون مباشرة على أعمدة. وهذا التصنيف أيضا ممكن يتبع أنواع أخرى من البلاطات كأن تكون فلات سلاب أو فلات بليت سلاب إلى آخره من نوعية البلاطات التي تم ذكرها سابقا. في الحقيقة طريقة تحليل البلاطات أو السقوف هي طريقة معقدة نوعا ما، وأيضا تستند إلى نظرية المرونة في التحليل، وتم اقتراح طرق كثيرة طبعا لتحليل وتصميم هذه النوعية من البلاطات. دائما تكون هي من نوع statically indeterminate البلاطات ذات الاتجاهين، وبالتالي يعني هنا تكون قضية التعقيد في عملية التحليل. هناك طرق تحليلية كثيرة وطرق تجريبية كثيرة أيضا مقترحة من قبل بعض المدونات العالمية، اللي احنا راح نعتمدها هي طرق الـ ACI code. هناك أكثر من طريقة طبعا فيما يخص السلاب with beams أو two-way slab with beams يعني السقوف الثنائية الاتجاه أو البلاطات الثنائية الاتجاه والمستندة على البيمز. هناك ثلاث طرق أولية اقترحت منذ عام 1963 الـ ACI code،
واستمرت بالاستخدام الطريقة الأولى والثانية والثالثة. الطريقة الأولى شبه الآن تركت هذه الطريقة، الطريقة الثانية والثالثة ما زالت تستخدم، والسبب لبساطة هذه الطرق في التحليل والتصميم وتكون أكثر عملية، على الرغم أنه هذه الطريقتين الأخيرة أيضا لم تعد تذكر في المدونات الحديثة للـ ACI كود. راح نشرح بشكل مبسط عن تصرف البلاطات ذات الاتجاهين. الشكل اللي أمامنا يوضح بلاطة ذات اتجاهين، طول الفضاء الطويل رمزنا له ب L، طول الفضاء القصير باسم S. لو أخذنا شريحة في منتصف الفضاء القصير، هذا هو الفضاء القصير، سميناها A B، وأخذنا شريحة بالاتجاه الطويل سميناها C D، تتقاطع كل من الشريحتين بنقطة مثل E. الآن لو اعتبرنا هذه الشرائح بالاتجاهين هي عبارة عن simply supported beam، طبعا with specific width أو خلال عرض محدد كأن يكون 1 متر. من خلال معادلات التحليل المنشآت عندنا معادلة تذكر أنه الديفليكشن في أو الماكسيموم ديفليكشن، على فرض أنه هذه هي نقطة الماكسيموم ديفليكشن، نقطة المنتصف، نقدر نحسبها بهذا البيم اللي سميناه الشريحة السمبلي سبورتد، تساوي 5 مضروبة في الحمل الكلي مضروبة في طول هذه الشريحة مرفوع للأس 4 مقسوم على 384 مضروبا في الاستفنس لهذه العتبة أو الـ EI ما يسمى بالـ EI. إذن ممكن الآن أن نحسب قيمة الديفليكشن اللي هي في نقطة E بالاتجاهين، اتجاه A B والاتجاه D C، واللي هو طبعا يفترض أنه يكون نفس القيمة الانحراف. إذا وضعنا الآن هذه هي صورة استعاريناها طبعا من الانترنت، هذا الشكل واضح جدا أنه هذه عبارة عن سلاب ذات اتجاهين أو سقف ذات اتجاهين، هذه هي الشريحة بالاتجاه الطويل وهذه هي الشريحة بالاتجاه القصير. هذه النقطة اللي ذكرناها اللي هي نقطة المنتصف أو الماكسيموم ديفليكشن لكل الشريحتين، الآن المفروض هذه متساوية لو حسبنا الديفليكشن من كلا الاتجاهين وحسب الحمل المنقول. خلي نرجع للمعادلة اللي ذكرناها، هذه هي المعادلة. الآن نقول الديفليكشن في نقطة E للشريحة AB تساوي، طبعا هذه K هي عبارة عن ثابت إجانا من اختصار هذه المعادلة اللي هو عندي هنا 5 بالبسط وعندي 384، والإيا هي كونستانت أيضا بالنسبة للسلاب أو نوعية الماتيريال المستخدمينها في هذا المنشأ. إذا صارت عندي الديفليكشن بالاتجاه AB دلتا AB في نقطة E تساوي K في W اللي هي الحمل الكلي للاتجاه AB مضروب في الشورت سبان للدرجة الرابعة. الآن نحسب أيضا الديفليكشن للشريحة أو الماكسيموم ديفليكشن للشريحة سي دي أيضا في النقطة أي، لأن هي منتصف الفضاء بالتأكيد وإحنا عندنا سمبلي سبورتد، فيكون هو عبارة عن كي في الأوميجا لهذا الاتجاه اللي هو السي دي مضروبة في الإل اللونج دايركشن للشريحة مالتنا المرفوع للأس 4. الآن على فرض أنه الحمل الكلي، الآن إحنا افترضنا أنه أكو حمل ينقل باتجاه الشريحة أو الشريحة أي بي عليها حمل سميناه أوميجا أي بي، وهناك حمل أيضا منقول للشريحة أو تتحمل الشريحة سي دي هو أوميجا سي دي. إذن لو فرضنا أنه الحمل الكلي المسلط على السلاب أو على السقف يساوي أوميجا للشريحة أي بي زائدا أوميجا للشريحة سي دي. الآن بما أنه أنا الديفليكشن هو نفسه متساوي عند النقطة E، فإذا أساوي المعادلتين راح أحصل على علاقة تربط الحمل لشريحة AB وشريحة CD بفاكتور معين تعتمد على طول الشريحة في كل من الاتجاهين. فإذا فقط في التعويض أو ممكن نختصر هذه المعادلة بشكل أبسط، الK طبعا هو ثابت في كلا الجهتين، فممكن يكون الحمل باتجاه AB يساوي لنا L over S مرفوع للقوة الرابعة من الحمل
باتجاه الشريحة CD. الآن لا أنسى عندي بالمعادلة أنه الحمل الكلي للسلاب أو للفضاء هو أوميجا ألتيميت يساوي مجموع الحمل في شريحة CD زائد الحمل في شريحة AB. الآن ممكن أن أخذ قيمة، إذا تلاحظ أنه هذا الفاكتور هو L over S، هو طول الفضاء الطويل على طول الفضاء القصير. الآن مرفوع إلى الدرجة الرابعة، إذن هناك أكو هذا الفاكتور، ممكن أنا أحسب قيمته أو أعطي قيم لهذا الفاكتور، والنسب بين طول الفضاء الطويل وطول الفضاء القصير راح تحدد لي عملية انتقال الأحمال بالاتجاهين أو النسبة بين الحمل بالاتجاهين. لو فرضنا الآن L over S تساوي 1.5، ما زلنا أقل من 2، عندنا إحنا نوعية الفضاء مالتنا هو two-way slab، وأعوض بهذه المعادلة. طبعا بعد أن أعوض بالحمل، هذا هو جزء من الحمل الكلي، يعني عندي الأوميجا ألتيميت تساوي أوميجا AB زائد أوميجا CD، يعني بعد أن أعوض أنا هذه بما يساويها بين الحمل الكلي والحمل AB، راح أشوف أنه بعد أن أفرض قيمة لـ L over S 1.5، راح تصير عندي الحمل باتجاه CD اللي هو الشريحة الطويلة يساوي 0.165 من الحمل الكلي، سميناه أوميجا ألتيميت الحمل الكلي، والحمل باتجاه الشريحة أو الحمل تتحمل الشريحة AB يساوي 0.835 من الحمل الكلي. لاحظ هذه علاقة جدا مهمة، أنه الحمل المنقول باتجاه الطويل هو كميته قليلة بالنسبة للحمل المنقول بالاتجاه القصير، وإذا غيرنا هذه القيمة أو أعطينا زيادة لقيمة 1.5 كأن تكون 2، وما زلنا إحنا أيضا أقل، خلينا نقول يساوي 2 للتو-way slab، راح نشوف هذه القيمة إذا عوضناها بالمعادلة مالتنا الأساسية، راح نشوف الحمل باتجاه الطويل يقل بشكل كبير جدا 0.059، يعني تقريبا 6% من الحمل الكلي، وعندنا أكثر من 94% بالاتجاه القصير. هذا دليل على أنه بعد هذه القيمة، إذا كانت قيمة L over S أكبر من 2، تصبح الحمل الرئيسي المنقول بالاتجاه القصير هو الأكتف أو الفعال، ويهمل الحمل المنقول بالاتجاه الطويل. يعني راح يكون عندي الحمل، إذا كانت الـ L over S أكبر من 2، راح يكون الحمل المنقول بهذا الاتجاه هو الحمل الفاعل أو المؤثر، ويهمل الحمل المنقول بالاتجاهين عفوا بالاتجاه الطويل لكون قيمته قليلة جدا. وهذا يثبت سبب تحديد أنه النسبة بين طول الفضاء الطويل على القصير إذا كانت أكبر من 2 هي نسميها 1-way، والحمل ينتقل باتجاه واحد، وإذا كانت أقل من 2 تكون 2-way slab، وإنه الحمل ينتقل بالاتجاهين بقيم مقبولة قابلة خلينا نقول التصميم ومنطقية. الآن الفضاء ذات الاتجاهين أو البلاطة ذات الاتجاهين، في طرق التحليل هناك أساسيات علينا أن نفهمها. نبدأ بمسألة تقسيم هذا الفضاء إلى عدة فضاءات، ومن ثم نلجأ إلى التصميم حسب متطلبات الـ ECI كود مثلا. الآن عندي هذه هي الـ two-way slab، هذا هو الـ long direction وهذا هو الـ short direction. الـ ECI كود افترض أن هناك ثلاث مناطق يجب تقسيم كل فضاء لهذه المناطق، سماها الـ middle strip، خلينا نقول احنا نتكلم على الـ short direction اللي هو هذا. إذا نلاحظ هذه المنطقة المحصورة بين هذه الخطين هي الميدل سترب، وعندي هذا المحصور ما بين السبورت وهذا الخط اللي هو الكولوم سترب، وعندي هذه الجهة أيضا محصورة بين عمود وهذا البعد هو كولوم سترب آخر. الآن طبعا هذا هالف كولوم سترب وهذه هالف كولوم سترب، لو كان عندي فضاء هنا ثاني أيضا بكولوم سترب فكان الكولوم سترب أو شريحة العمود كاملة، شريحة الوسط هذه هي وشريحة العمود تأخذ الجانبين، وبنفس الطريقة أيضا إذا كان عندي فضاء من الجهة الأعلى ممكن يكون بمنطقة فضاء نسميها كولوم سترب، فيأخذ هالف ميدل سترب أو شريحة عمود، نصف شريحة عمود، وأيضا منها نصف شريحة عمود راح يكون شريحة العمود الكامل. طيب هذه أبعادها، افترض الـ ACI كود يجي يقسمها، هو L على 4 نصف الكولوم سترب شريحة العمود،
و L على 2 هي الميدل سترب هذا الاتجاه، و L على 4 أيضا شريحة النصف شريحة الكولوم أو نصف شريحة الكولوم، هذا بالاتجاه القصير. خلينا نحفظ الاتجاه القصير هو هذا الفضاء المقطع B، لكن إذا تحركنا بالاتجاه يكون التحرك بالاتجاه الطويل، فإذا الفضاءات متوزعة أو متقسمة من الاتجاه الطويل. الآن بالاتجاه الطويل أيضا عندي ثلاث شرائح، قلنا الهالف ميدل سترب اللي هي نصف شريحة عمود، هذه هي نصف شريحة العمود، وشريحة الوسط هذه هي أيضا تمتد على طول الفضاء مالتنا، ونصف شريحة العمود الأخرى من الجهة الثانية اللي هي هذه هي، ونلاحظ أبعادها تكون S على 4، يعني short direction مقسومة على 4، والميدل سترب هي S على 2، والكولوم سترب أو الهالف كولوم سترب هي S على 4. وبنفس الطريقة قلنا إذا أكو بلاطة ثانية من هذا الاتجاه أو سقف من هذا الاتجاه سقف من هذا الاتجاه، فهذا راح يكون شريحة عمود كاملة، يعني ناخذ بعد شريحة عمود أو نصف شريحة عمود من الجهة الأخرى. هذه التقسيمات ذكرها الـ ACI كود لغرض تحليل أو إيجاد العزومة التي تتوزع على هذه الشرائح، وخلى هناك فاكتورات أو كوفيشنتس أو معاملات لإيجاد العزوم. فإذا شريحة الوسط خلينا نقول بالاتجاه القصير، إذا قلنا هذه هي محصورة، راح يصير عندي بها عزم بالمنتصف نسميه العزم الموجب لشريحة الوسط أو الميدل سترب، وعندي على الجانبين راح ينتقل بها ما يسمى بالنيجاتيف مومنت، هذه ما أهتم بها أنا لأنه أنا راح أتحرك بهذا الاتجاه، هذه تهمني بتصميم البلاطة للنيجاتيف مومنت. خلينا نحكي على الميدل سترب، هذا هو العزم راح ينتقل إلى عزمين آخرين. العزم الأول راح يكون بهذه المنطقة، هذه الكولوم سترب لأنه تابع الاتجاه القصير، سميناها أو العزم في الكولوم سترب أيضا هو عزم موجب، وهذا هنا أيضا ينتقل للجهة الأخرى بقيمة معينة هسه راح نذكرها، هو الكولوم سترب. إذا هذا راح يتحرك عندي بهذه المنطقة، هو عزم موجب، وهذه أيضا عزم موجب هنا، وهذا أيضا عزم موجب. الآن بالاتجاه الآخر اللي هي الشريحة الطولية أو الميدل سترب الطولية اللي هاي، أكو عزم بالمنتصف سميناه البوزيتيف مومنت لشريحة الوسط، وأيضا هناك كولوم سترب اللي هو هذا هو الكولوم سترب على الجانب، وهذا أيضا كولوم سترب آخر. فإذا هذه هي شريحة الوسط، وينتقل عزم من عندها لشريحة العمود أو نصف شريحة العمود على اليمين ونصف شريحة العمود على اليسار. النيجاتيف مومنت طبعا هاي هنا إشارة نيجاتيف، أكو خطأ هنا، وهذه النيجاتيف مومنت أيضا إلى حساباته من خلال المعاملات اللي يفرضها الـ ACI كود، راح نحكيها بعد قليل. خلينا نذكر الأساسيات لأي تصميم، نبدأ بتصميم بلاطة، النقاط الأساسية ما ننساها أنه هذه أيضا يفرض أنه الحمل لازم يكون موزع، وأيضا نسبة بين اللايف لود على الديد لود لازم ما تقل أكثر، لازم أقل وتساوي 3. هذه شروط أيضا تعرفنا عليها بالون واي سلاب، بكل طرق اللي يفرضها كمعاملات الـ ACI كود يذكر بها هذه الشروط، أيضا هي تنطبق على التو واي سلاب. الآن أول خطوة في عملية التصميم هي تحديد الثيكنس للإسلاب. طبعا تحديد الثيكنس للإسلاب هو شرط أساسي، هناك متطلبات ديفليكشن قلنا يحددها الكود، وهناك متطلبات المينيموم أنه ما تقل عن حد معين. الآن الـ ACI كود لسنة 1963 للتو واي سلاب ذكر بعض المعادلات، راح نذكرها بالتفصيل، وطريقة اختيار أحدهم أحد هذه المعادلات حسب المتطلبات. هذه اللي أمامنا هي عبارة عن، لنفترض أنها عبارة عن سلاب محاطة بجسور من جميع الجهات. الآن الـ ACI كود يقول 1963 افترض أحد المعادلات، وهي أنه أقل عمق لهذه السلاب أن يساوي المحيط مقسوم على 180، والمفروض ما تقل عن 90 مليمتر، يعني 90 فما فوق نقدر نعتمدها. هذه المعادلة ما عادت كثيرا تطبق في المدونات الحديثة للـ ACI كود، بس ما زالت أيضا تستعمل للمقارنة. الآن الكود 2014
والنسخ الأحدث للاي سي اي كود استخدمت أيضا طريقتين، عندي تيبل مذكور بالاي سي اي كود اللي هو تيبل 8311، وعندي معادلة ذكرها أيضا من خلال تيبل آخر اللي هو التي مينيموم ال ان هو الشورت 0.8 في الاف واي ال 400 36 زائد 9 في البيتا، ايضا المفروض اكبر من 90. خلينا نشوف ذني بثلاثه، المفروض احنا اقل قيمه من اكبر قيمه من ذولي نقدر نستخدمها. خلينا نشوف هذا الجدول شنو، هذه المعادله فهمناها 2 في المحيط، طبعا هنا ال ان زائد اس ان يعني معناها الكلير سبان مقسوم على 180. الكلير سبان اذا عندي سنتر تو سنتر اطرح من هذا نصف عمود من هذه الجهة نصف من عمود من هذه الجهة وأطلع الكلير سبان أو طول الفضاء الصافي، وهكذا بالنسبة للشورت دايركشن. المعادلة اللي ذكرها الـ ACI كود أو الجدول اللي ذكره مع المعادلة هناك محددات، خلينا نشوف شنو المحددات. بالبداية علي أن أفهم أيضا هذه البلاطة هل تكون محاطة من جميع الجهات ببيمز، لها شروطها، هل محاطة فقط من جهتين؟ على سبيل المثال خلينا نروح نشوف هذا الجدول. قايل هذا الاي سي اي كود يقول مينيمم ثيكنس اوف نون بري ستريس تو واي سلاب وذاوت انتيرير بيم، شنو معناها؟ يقول هذا الجدول يحدد بسمك السلاب او اقل سمك معين للسلاب اذا كانت السلاب وذاوت انتيرير بيمز، يعني ما بيها عتبات داخليه لكن ممكن تكون بيها جسور او عتبات خارجيه. هذه وين ممكن نذكرها؟ خلينا نشوف هذا الشكل اللي امامنا. اذا تلاحظ امامنا انه ممكن يكون عندي فضاء بهذا الشكل، معناها الاعمده الداخليه اذا تلاحظ ماكو اي اتصال بعتبات او جسور بالاتجاهين، بينما الجهه الخارجيه تكون بها جسور، يعني ممكن هذا الفضاء تو واي سلاب ومحاط بجهتين من الجهه الخارجيه فقط والداخلية غير محاطة، إذا هذا ممكن يكون مشمول بهذا الجدول اللي ذكرنا. الحالة الثانية أنه تكون جميع الجهات للسلاب مالتنا أو التو واي سلاب محاطة بعتبات أو بيمز، وهذه أيضا لها شروطها ومحدداتها في استخدام أي معادلة منهم. الآن خلينا نرجع للجدول مالتنا، هذا هو الجدول، عندي حالتين، حالة الأولى يقول without drop panel وذ دروب بانل، خلينا نفتهم ايضا شنو وذ اوت دروب بانل وشنو وذ دروب بانل. يعني انا ممكن يكون عندي الكولوم منطقه الكولوم يكون بها البونشنج شير عالي فاضطر الى زياده سمك السلاب في هذه المنطقه وبابعاد معينه طبعا لتقليل تاثير البونشنج شير او لزياده مقاومه الخرسانه في هذه المنطقه للشير، لانه عاده احنا عندنا السلاب لا تسلح للشير بالستيرب، قلنا هذا بسبب الثيكنس يكون قليل جدا، والحل الامثل انه نغير او نزيد الثيكنس حتى نحصل على مقاومه شير اكبر لمقاومه الاحمال القص المسلطه. طيب خلينا نفهم شنو without drop panel with drop panel. هذا الشكل يمكن يكون واضح، نلاحظ هذه هي السلاب، ممكن يكون طبعا مستندة على بيم ممكن بدون بيم. الآن أكو هنا في الجزء، هذا هو الجزء في منطقة اتصال العمود بالسلاب، يكون الثيكنس مالته أكبر من سمك السلاب، وهذا أيضا هو بهذا المكان. نلاحظ هنا هذا ما يسمى أو يطلق عليه التروب بانل اللي هي متصلة مع السقف وبثيكنس أو بارتفاع مع الثيكنس السلاب يكون اكبر من سمك السلاب من في المنطقه الوسطى، طبعا بسبب تركز الشير في هذه المنطقه حتى نزيد مقاومه البلاطه للقص. هذه نسميها with drop panel. طيب without drop panel يعني مباشره تكون هذه ما موجوده والعمود مستند، عفوا البلاطه مستنده على العمود مباشره. احيانا يذكر with capital column، هذه فقط للتوضيح للمعلومة أنه ممكن أيضا توزيع أو توسيع قمة العمود بمساحة أكبر بهذا الشكل، يصير عندي ما يسمى بالكابيتال كولوم، وهذه أيضا لها محدداتها ولها طرقها في عملية التصميم. هذه راح تكون طبعا flat slab with capital and drop panel أو without capital with drop panel.
هذه لها محدداتها، موضوعها الآن خارج عن موضوعنا الآن. خلي يعني نركز على موضوع أنه عندي يكون ممكن دروب أو ما ممكن يكون عندي هذا الجزء موجود. نرجع للجدول اللي ذكرناه بالبداية، هذا هو. إذا هذه الحالتين عندي without drop panel with drop panel. الآن عندي أيضا عندي exterior panel وعندي interior panel. نرجع على الشكل هذا، ممكن تكون عندي أي فضاء هنا، ما عندي طبعا هذه، أنا المفروض أرسم بعد فضاء حتى تبين عندي هذه، لكن ممكن هذا يبين عندي. هذه الفضاء نسميها interior panel، هذه نسميها exterior panel، هذه exterior panel، هذه exterior panel، وهكذا. هذه هي interior panel. الآن شنو بعد ممكن أن يكون موجود؟ هسه عرفنا الاكستيرير والانتيرير. With drop panel هذا الجزء أنا ما راح أركز عليه حاليا، طبعا هو هذا راح يستخدم أيضا في طرق كثيرة لتصميم وتحليل البلاطات، من ما يسمى بطريقة الدايركت ديزاين مثل أو الكوفلنت فريم مثل، وإلها طبعا متطلباتها بالتصميم. إحنا راح نركز without drop panel، لكن خلينا نشوف أي من ذني الخانات ممكن أن نستعملها. الآن عندي with out edge beam with edge beam. نرجع إلى شكلنا هذا، راح نشوف هذه هي panel with edge beam، هذه ال with interior and exterior beam. إذن هذه فقط عندي outer beam و interior beam ما عندي، فممكن هاي الحالة تكون مشمولة بالتيبل مالتنا اللي هو أمامنا، هذا هو. إذا أنا عندي الآن without edge beam، لجأنا إلى إذا صار ما عندي edge beam ما عندي interior beam وهي exterior panel، فبالتأكيد راح نروح على اتجاه الفلات بليت، فلات بليت سلاب. with edge beam ايضا انا بعدني بالتوي، لكن هذه الحاله تنطبق عليها. طيب هل هي انتيرير بانل او الاكستيرير بانل؟ اذا الاكستيرير بانل راح تكون احد الحالتين هذه موجوده، واذا هي انتيرير بانل وذ بيم او وذاوت بيم راح تكون عندي هذه الحاله اللي راح استخدمها. طيب الان شنو متطلبات حتى احدد هذا الجزء؟ قلنا راح نركز على هذه الخانه اللي هي وذاوت دروب بانل، عندي ترتبط بالأفواي اللي هي اللي يضلي حديد التسليح، عندي 208 420 و520. بما انه لو افترضنا انا اختاريت الانتيريور بانل، فاذا راح يكون عندي الثيكنس المسموح به من هذا الجدول هو LN على 36. يعني انا عندي طبعا ال LN قايل is the clear span in the long direction measured face to face، يعني عندي short direction وعندي long direction. انا اخذ اللونج دايركشن واقسم على 36 على سبيل المثال، اذا كانت عندي الافواي 280 او قيمه اخرى ممكن تكون الافواي 420 فنقسم على 33 وهكذا. الان هذه القيمه حصلتها وعندي قيمه من المعادله الاولى هي المحيطه على 180، هذا الجدول ممكن استفاد من عنده. طبعا ايضا يذكر بعض الحالات هنا، اذا خلينا نقول اذا اكو دروب بانل ممكن نلجا الى هذه الفقره من ال اي سي اي كود للحساب، وايضا اذا عندي مثلا احتاج معاملات اخرى ايضا ممكن الجا الى فقرات اللي يذكرها الاي سي اي كود في هذا الجدول او في هذه الملاحظات. زين خلينا نرجع على اصل معادلاتنا. الان هذا التيبل صار واضح عندنا، هذا التيبل اللي هو النقطه الثانيه من حساب الثيكنس للسلاب. المعادله الثالثه تي مينيموم، ممكن طبعا نسميها اتش مينيموم، او جايه تي من ثيكنس تساوي ال ان مضروبه 0.8 اف واي على 1436 زائد 9 بيتا اكبر وتساوي 90، ايضا حاط شرط اكبر وتساوي 90. اذا لاحظ هنا البيتا هي الكلير سبان باللونج دايركشن على الكلير سبان بالشورت دايركشن. هذه المعادله موجوده في جدول اخر، هذا هو الجدول مالتنا. يقول minimum thickness of non-pre-stress two-way slab with beams. الآن الجدول اللي قبله إذا انتبهتوا without
interior beam يعني فقط عندي edge beam. هذه خلينا نقول بدون beams والجدول الثاني with beams، لكن ذاك يشمل إذا edge beam نلجأ إلى التيبل اللي قبل هذا. طيب هذا عندي بعدة حالات حتى أقدر أحسب الـ H minimum. الآن ثلاث معادلات أو ثلاث خيارات عندي، أكبر قيمة للـ H علي أن أختارها. خلينا نشوف هذا الجدول اللي هو 8312، يقول للسلاب اللي هي تكون مستندة من جميع الجهات على البيمز، وهذا الجدول هو مهم جدا هو اللي راح أستخدمه، وبالذات هذه المعادلة. لكن هذه ببعض المتطلبات، خلينا نشوف شنو المتطلبات. هنا يذكر لي الألفا أم بالخانة الأولى، وعندي ينطيها محددات، يقول أساس الاختيار للثكنس يعتمد على قيمة الألفا أم. طيب نشوف شنو معرفة ألفا أف أم أو ألفا أم. معناها عندي ألفا أف، هذه هسه راح نوضحها، وعندي ألفا أم. الألفا أم هو موضحها هنا طبعا. الألفا أف هي الاستفنس للبيم، أنا عندي سلاب with beams موجودة في جميع الاتجاهات، إذن علي أن أحسب لكل بيم ما يسمى بالألفا F. منين تجيني هذه؟ أقدر أحسبها flexural stiffness of beam اللي هي قلنا EI over L البيم مقسومة على الـ EI over B over L للسلاب، وهي هاي E beam I beam على L beam مقسومة على ES IS على LS، يعني الاستفنس للبيم على الاستفنس للسلاب. الآن لكل بيم أكو ألفا أف. طيب الألفا أم شلون نحسبها؟ نحسبها من المعدل للألفا أف. يعني إذا عندي سلاب بها أربع جهات أو أربع بيم، نقدر نقول ألفا أم تساوي مجموع هذه الألفا أف مقسومة على أربعة. طبعا يحدد هذه طريقة حساب أو الفقرة اللي يحسب بيها الألفا F أو الألفا M للكود، وأيضا يذكر الLN هو الكلير سبان في هذه المعادلة، والبيتا هي الكلير سبان للون دايركشن على الشورت دايركشن. طيب خلي نشوف وين ممكن موجودة عندنا هذه. خلي نرجع على هذا الشكل مالتنا قبل لا نحط الحدود. يعني مثلا أنا عندي هذه انتيريور بانل عفو، وعندي محاطة بانتيريور بي. الآن هذا البيم علي أن أحسب الألفا إلى، وهذا البيم علي أن أحسب الألفا إلى، وهذا كذلك وهذا كذلك. لو افترضنا أنه هذه متساوية من ناحية منتظمة العفو التوزيع، يعني هذا البيم من ناحية السكشن يشبه هذا تماما، وهذا أيضا يشبه هذا تماما، بالتأكيد الطول يختلف لأنه S و L. الآن من أحسب هذا راح تشبه هذه تماما، وهذا راح تشبه هذا. الستفنس لهذه البيمز كل اثنين متشابهة. الستفنس للسلاب ايضا لها طريقة لحسابها. لا ننسى الـ I هي بي اتش تكييف على 12، لكن الشكل ضروري اشوفه. ليش حدد لي فقرة بحسابه؟ لان اكو تفاصيل بحسابه، اكو ارتباط البيم الطرفي يختلف عن البيم الوسطي، وهكذا حسب موقع طبعا العتبة. السلاب يفرض الجزء المأخوذ من عدها، مثلا هذه العتبة أو هذا الجزء من السلاب، نحسب للألفا بطريقة نصف هذه السلاب منها ونصف هذه السلاب منها، فيصير عندي كأنما سلاب كاملة نصف من هذه الجهة ونصف من هذه الجهة حتى أحسب لها الاستفنس. البيم إذا عندي أبعاده إذا أقدر أحسب أيضا الاستفنس، وهكذا بالنسبة لهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء. الآن الألفا أم هي معدلهم. طيب هذا فقط شرح بسيط، لأنه هذه ندخل في تفاصيل أخرى، المفروض في طرق أخرى حتى نوضحها، فيها أمثلة مأخوذة. الآن في حدود محاضرتنا للتوي بيم توي سلاب with beams ما نحتاج كثيرا نحسب هذه الألفا، لكن لا بأس وضحناها لأنه نحتاج هذا الجدول. إذا الآن عرفنا الألفا أم، وعرفنا أيضا الألفا. الآن الألفا أم إذا كانت أقل وتساوي 0.2، يقول نرجع لإيجاد الثكنس للسلاب الاتش هنا نسميها أو التي إلى الجدول 8311 اللي هو ذكرناه قبل قليل، اللي هو هذا الجدول 8311. شنو معناها أنه الألفا أم أقل من 0.2؟ بما أنه إحنا عندنا الألفا تساوي الستفنس أوف بيم على الستفنس أوف
سلاب معناها عندي هذا البسط يكون قيمته قليلة والمقام تكون قيمته كبيرة مقارنة طبعا بالبسط. نلاحظ انه معناها ابعاد البيم تكون قليلة جدا، وبالتالي الستفنس او فلكتشرال ستفنس للبيم تكون قليلة. هذا يعني انه نقترب من يكون قيمة الستفنس للبيم قليلة جدا، تعطينا انطباع انه كأنما السلاب تستند على بيمز او عتبات صغيرة جدا ما لها اي تأثير بتحديد الثكنس للسلاب. فهذه الفقرة يحددها الكود اذا كانت اقل من بوينت، ونلجأ الى هذا الجدول ونرجع نختار نفس خياراتنا حسب نوع البانل اللي عندنا. طيب الخانة الثانية يقول اذا كانت الفا ام، طبعا هذه الفا ام هي الافرج، قلنا لاربعة ستيفنس اوف بيمز surrounding the slab. إذا كانت أكبر من 0.2 وأقل وتساوي 2، نلجأ إلى هذه المعادلة، تكون أحد القيمتين هذه المعادلة تكون أما 125، هذه أقل ما يمكن. إذا طلعت عندي القيمة هنا أكبر من 125 أعتمدها، وإذا أقل لازم أعتمد 125. المفروض إحنا أي قيمة القيمتين من ذولي الأكبر اللي أعتمدها. في حالتنا اللي راح نركز على هذا الموضوع أو الألفا أم دائما تكون أكبر من 2 ونستخدمها في هذه المرحلة، لكن لا يعني هذه المعادلة ما راح نستخدمها بالتأكيد في طرق أخرى وفي نوع آخر من السلاب بالتأكيد راح نستخدمها. والآن خلينا نعتبر كل الفضاء مالتنا أو كل البلاطات راح تنطيني ألفا أم. طبعا المفروض أما تكون معطى بالسؤال أو نفترض إحنا الألفا أم أكبر من 2 حتى نقدر نستخدم هذا القانون، وإلا نلجأ إلى هذه الفقرة. الألفا أم لما تكون أكبر من 2 عندي خيارين، وإحنا ذكرناها بالمعادلة مالتنا، إنه أطلع قيمة للH minimum أو T minimum من هذا المعادلة وأقارنها بالتسعين، أكبر وتساوي 90. أكبر قيمة من ذولي لازم أني أخذها، أقل من 90 أخذ 90، أكبر من 90 راح أعتمد اللي تطلع عندي من المعادلة. الآن خلي نحدد الطرق. الآن بعد أن حددنا كيفية استخراج الـ H minimum أو الـ T minimum للسلاب من ثلاث معادلات أو من ثلاث خيارات، علينا نحدد حالة الفضاء مالتي. خلينا نشوف الـ ACI كود شنو الطرق اللي يقترحها لتصميم السلاب أو التوي سلاب. بالـ ACI كود أكو ثلاث طرق ذكرت، واحدة من عندهم اللي هي الميثود 1، هذه ما راح نتطرق لها. والميثود 2 والميثود 3 راح ناخذها محاضرتنا إن شاء الله تباعا. هذه الطريقة ما عادت تذكر، طريقة ميثود 2 وميثود 3 ما زالت تستخدم، وهي على الرغم من انه الاي سي اي كود في النسخ الحديثه ما عاد يذكر خلينا نقول هذه الطرق. اكو طرق اخرى من الدايركت ديزاين ميثود او الكوفيلنت فريم ميثود لتصميم مختلف انواع البلاطات، لكن ما زالت تطبق وبشكل واسع جدا بسبب كونها سهله بسيطه في الاستعمال وايضا عمليه جدا في التصميم، لذلك هي ما زالت تستخدم على نطاق واسع في التصميم والتحليل للبلاطات ذات الاتجاهين، وخصوصا البلاطات اللي تكون مستندة على جسور أو على عتبات. خلينا نفهم شنو حالة العتبات اللي عندي. افترض هذا عندي سيستم عبارة عن سلابس تستند على بيمز من جميع الجهات، وهذه البيمز مستندة على كولومز، هذه النقاط كولومز. الحالات اللي ممكن أن نحصلها من هذه السلاب هي خمس حالات فيما يخص الطريقة الثانية. راح نبدي بشرح الطريقة الثانية. الطريقة الثانية تعتمد على حالة البلاطة وطريقة الإسناد لها، إن هي عبارة عن بلاطة تستند على أربع عتبات من جميع الجهات، وأيضا هناك حالة الإسناد، حالة الاستمرارية. لنفترض كيس 1، هذه سميناها كيس 1. كيس 1 معناها أن عندي البلاطة تستند تكون مستمرة من جهة اليسار ومن جهة اليمين ومن الأعلى ومن الأسفل، معناها هناك استمرارية لهذا الفضاء من جميع الجهات. هذه أحيانا
نميزها بطريقة أنه نأشر الجزء المستمر، وراح نشوفها بالتابلز اللي يذكرها الـ ACI كود ويذكر الفاكتورات، حتى نقدر نحدد احنا بيا لكل كيس يحدد الفاكتورات، احنا بيا خانة من هذا التابلز حتى نقدر نطلع الفاكتورات اللي نحسب من عندها العزوم، العزوم في الميدل سترب، العزوم في الكولوم سترب، او العزوم في النيجاتيف، هو عندي بوزيتيف ونيجاتيف راح نحسبها ايضا. بهذه الطريقة عندي معادلتين او معادلة واحدة لحساب العزم، وايضا عندي فاكتور لحساب النيجاتيف مومنت. البوزيتيف مومنت يجيني من معادلة سي الاوميجا التيمت في الاس تربيع، اللي هو الشورت دايركشن، سي هو الفاكتور اللي نطلعه من الجداول، او ممكن نقول اوميجا التيمت في الاي واي. احيانا بعض الكتب او المصادر تذكر هذه ال اي شورت دايركشن و ال بي اللونج دايركشن، فممكن نشوف هذه ال اي او نشوفها اس. طيب هذه الحالة الأولى مستمرة. حالة ثانية، احنا قلنا عندنا 5 حالات، هذه المفروض تكون موجودة بالجدول حتى أقدر أطلع الفاكتورات اللي أقدر أحسب بها العزم. هذه الحالة الكيس 2، إذا أشوف هذه الجهة ما بها سلاب عندي، فأقول هذه الجهة هي غير مستمرة، discontinuous. الآن هذه الجهة continuous، هذه الجهة continuous لأنه تحيط بها هذا فضاء، هذا فضاء، وهذا فضاء. إذا 3 جهات continuous وجهة واحدة discontinuous للكيس 2. كيس 3 اللي هي الكورنر، أنا عندي جهتين، هذه الجهة وهذه الجهة، هي غير مستمرة، وعندي جهة على اليمين وجهة للأعلى مستمرة، فأقول 2 edge discontinuous 2 edge continuous. والحالة الرابعة اللي هي 3 حالات غير مستمرة وحالة، أو العفو 3 جهات غير مستمرة وجهة واحدة هي مستمرة، فنقول 1 edge continuous 3 edge discontinuous. والحالة الأخيرة ممكن سلاب غير مستمرة من جميع الجهات وتكون بهذا الشكل اللي هو منفردة، كأن تكون فضاء مفرد وحده وليس جزء من سيستم. إذا الآن علي أن أحسب الفاكتورات لهذه الحالات الخمسة، هذه يذكرها الـ ACI كود في جدول بالتفصيل، راح الآن نشوف شلون نقدر نحسب من عندها الفاكتورات. الآن العزم قلنا عندنا معادلة واحدة، سي هو الفاكتور، هذا الفاكتور هو سواء للنيجاتيف أو للبوزيتيف، سي يساوي العفو السي هو من الجدول مضروب في الأوميجا ألتيمت مضروب في الأس تربيع. لا طبعا السي هو اللي يختلف عندنا حتى نحسب من عند البوزيتيف مومنت، إذا كان للجهة اللي بها نيجاتيف مومنت اللي هي عادة تكون في الجهات المستمرة اللي عند عند المسند، أما كنا نقول هذا المسند بيم، فهذا الفاكتور يكون للنيجاتيف مومنت، والفاكتور اخر يسميه للبوزيتيف مومنت نستخدمه ايضا في حساب العزم في اوميجا التيمت في الاس تربيع. لكن ما تغير عندي هنا، قلنا لونج دايركشن او شورت دايركشن، هذه نقطه جدا مهمه في هذه الطريقه، يعني فقط نستخدم الشورت دايركشن. خلينا نشوف هنا، يقول الاس فاكتور كان بي فاوند فروم ذا تيبل، والمومنت at the column strip هو 2/3 من العزم بالميدل strip. احنا سبق وان قسمنا، نرجع الى صورتنا للكولوم strip والميدل strip، هذه هي قلنا اذا حسبنا احنا راح نحسب عند الماكسيموم، هذا هو الشورت دايركشن. اذا حسبنا بهذا الاتجاه فاذا العزم هنا الشورت دايركشن هو الماكسيموم فاكتور الاول، ويقول العزم في هذه المنطقه يساوي 2/3 من هذا العزم، يعني انا اذا تحركت بهالاتجاه ما معقوله راح يبقى عندي انه العزم مستمر بنفس القيمه الى النهايه. ليش؟ لانه انا الديفليكشن هنا اكبر ما يمكن وبدا يقل، بالتاكيد معناها بدا يقل عندي العزم بالوصولا الى قيمه هو يحددها عند المسند وثلث العزم بالميدل ستر. طيب ليش احنا ناخذ 2/3؟ لانه هنا يفترض هو اقصى قيمه اللي هي الميدل سترب، ماكسيموم مومنت عند الميدل سترب عند هذا الحد، ويفترض عند المسند توصل الى ثلث القيمه من الميدل سترب، فهنا 1 وهنا 3، فالمعدل مالتها يطلع 2/3 من الميدل سترب في هذه المنطقه. هسه نبينها في شكل اخر اوضح، يمكن تتوضح عندنا. هذه هسه
2 على 3 بينا وين تصير بالضبط بالميدل strip بالكولوم strip بالعفو. وهذا الكولوم strip طبعا من الجانبين، يعني عندي الميدل strip للاعلى او للاسفل او على اليمين او على اليسار اذا كان بالاتجاه الثاني. قبل ما نلجأ لبيان كيفية وصول العزم الى 2 على 3، خلي للميثود 2 ايضا اكو ملاحظة يذكرها الاي سي اي بول. الكود يقول negative moment on one side of the support is less than 80% of that on the other side. That on the other side. يقول إذا كان عندي العزم عند أحد المساند، نرجع لصورتنا هذه. مثلا عندي العزم في هذا المكان اللي جايني من الكيس 1 واللي جايني من الكيس 2، أكيد هنا أكو عزم جايني من هذا الاتجاه وأكو عزم جايني من هذا الاتجاه. يقول إذا العزم الكبير على العزم الصغير أيا كان منهم أقل ويساوي 0.8، إذن أنا لازم أرجع أسوي تعديل لقيمة العزم لهذه المنطقة. قيمة التعديل هذه منين أحسبها؟ نرجع على الشكل مالتنا. يقول هذا M2 وهذه M1، أكو فرق بيناتهم أكبر من 20%، يعني الكبير على الصغير أقل ويساوي 0.8 أو 80%. إذن أكو فرق بيناتهم، أحسب هذا الفرق، أحسب هذا الفرق M2 ناقص M1 سميته M difference. الـ M difference أخذ من عنده 2 على 3، يعني أضرب هذا الفرق بين ذول الاثنين أو العزوم الاثنين M2 ناقص M1 في 2 على 3 وأوزع حسب الـ stiffness للـ slabs، يعني هذه الـ slabs الـ stiffness according to the slab stiffness، من هذه الجهة إلى stiffness ومن هذه الجهة إلى stiffness، طبعا حسب الفضاء، حسب الفضاء، حسب الثيكنس، حسب أني وين بالضبط، أي جزء راح أخذه من هذه الجهة وأي جزء راح أخذه من هذه الجهة، تعتمد طبعا على الطول أيضا. فاثنين على ثلاثة من الفرق بيناتهم أوزع حسب الاستفنس أو الريلاتيف استفنس للسلاب، يعني نسبة هذه شقد تاخذ بنسبة الاستفنس مالتها مقسومة على الاستفنس السلاب هذه زائد هذه السلاب، وهكذا. راح الفرق بين الام 2 والام 1 راح يقل، يعني انا عندي 2 على 3 من الدفرنس بين العزم الكبير والعزم الصغير، احسب الاستفنس لهذه البيم واحسب الاستفنس لهذه البيم. الان النسبه اللي اوزع بها لهذه لهذا الجهه او هذا العزم او انطي القيمه لهذا العزم تساوي الاستفنس لهذه السلاب مقسوم على الاستفنس لهذه البانل زائد هذه البانل، يعني الريلاتيف ستيفنس او كم سميناه سابقا الكي او سميناه ديستريبيوشن فاكتور. هذا الجزء اوزع به لهذا، اضيفه بعد ان اضرب في 2 على 3 من العزم الفرق ما بين الاثنين، راح اضيفه لهذا العزم واطرح من هذا العزم او اوزع العفو اوزعه، راح يصير عندي الجزء الاكبر راح يروح ل قيمة العزم خلينا نقول الصغيرة، وراح نشوف الفرق بيناتهم راح يقل. الغرض من عندها هو انه اقارب بين العزمين. طبعا هذه للميثود 2 اللي اخذناها احنا. الميثود 3 يقول لا، احنا اذا كان ما متساويات فناخذ الافرج للميثود 3، يعني اذا كان هذا لا يساوي ام 1 لا يساوي ام 2 اخذ الافرج للعزمين. فا ام 1 زائد ام 2 على 2 هو ينطيني العزم اللي راح اصمم عليه في هذه المنطقه. خلي هذه النقطه طبعا فقط في الميثود 2، قلنا الميثود 3 ناخذ الافرج وما نستخدم هذه الطريقه لحساب الفرق، وبعدين نرجع نوزعه حسب الاستفنس للسلاب اللي على الجانبين. هذا الشكل هو اللي يوضح لنا تماما طريقه تغير variation of moment بالنسبة للميدل strip. نفترض احنا هسه بالشورت دايركشن، طبعا باللونج دايركشن ايضا ينطبق نفس الكلام تماما. الان هذا هو البيندنج مومنت دايجرام الشورت دايركشن للميدل strip. الميدل strip محصورة بين هذا الخط وهذا الخط. هسه ممكن يكون عندي هنا نيجاتيف مومنت، ممكن يكون عندي هنا نيجاتيف مومنت، هذه ما لها علاقة الان. الان انا عندي هذه المنطقة العزم المخطط، العزم راح يكون ثابت من هذا الخط الى هذا الخط بنفس التوزيع، يعني الماكسيمم ام اي سمينا او الشورت دايركشن هذا هو واللونج دايركشن هذا هو.
والميدل سترب هذه كولوم سترب هذه والكولوم سترب الثانية هذه. الآن التصميم راح يكون على الماكسيمم بالميدل سترب الماكسيمم بيندنج مومنت بوزيتيف بيندنج مومنت اللي هو هنا نسميه ام اي ماكسيمم. طيب هذا يستمر نفس القيمة لحد هذا الخط ويستمر نفس القيمة لحد هذا الخط. إذا عملية التسليح من هذه الميدل سترب للنهاية ما تتغير عندي مسافات بين حديد التسليح. الآن عند هذه النقطة لما أوصل هذه النقطة إلى هذه النقطة الآن التسليح يختلف والعزم يختلف. الـ ACI كود يقول عند النهاية تبدأ تتغير، طبعا النهاية يوصل إلى ثلث العزم بالميدل سترب مثل ما ذاكر هنا ثلث MA ماكسيموم، يعني هذه القيمة بالعزم عند الكولوم سترب نهاية الكولوم سترب عند المسند توصل لثلث العزم بالمنطقة الميدل سترب الـ MA. نفس الطريقة من الجهة نفس الحالة من الجهة الثانية. هذا هو السكشن 2 زين. الآن هذه القيمة هي قيمة العزم الماكسيموم، قلنا نوصل حد الخط فهذه هي حد الخط هذه النقطة بالضبط هذه النقطة، وهذا هو الخط نوصل بيناتهم. أقصى قيمة هي MA وأقل قيمة هي ثلث MA، فالواصل بيناتهم خط مستقيم. الآن إذا أخذنا المعدل بين ذني القيمتين راح يكون في منتصف الميدل سترب قيمة العزم تساوي 2 على 3 من الـ MA، يعني MA زائد ثلث MA راح يصير عندنا هو 2 على 3 MA. هذا المقدار هو اللي راح يستخدم في تصميم أو حساب المسافات بين حديد التسليح تختلف عن حديد التسليح أو توزيعه عن الميدل سترب. طبعا الثلثين 2 على 3 من العزم، يعني أقل من العزم الماكسيموم. فإذا افترضنا المسافة بين حديد التسليح في هذا المكان 100 مليمتر سنتر تو سنتر، هنا المسافة لازم تتضاعف بمقدار جد. احنا قلنا المومنت 2 على 3 يعني قل، بس المسافة بين حديد التسليح قلت كمية حديد التسليح المسافة راح تزيد. فإذا نقول في 1.5 2 على 3 نقلبها تصير 3 على 2 1.5، فالمية في 1.5 تصير المسافة بين حديد التسليح من هذه النقطة إلى هذه توزع بالاتجاه الطولي طبعا بهذا الاتجاه، وأيضا العفو باتجاه القصير وليس بالاتجاه الطولي هذا الاتجاه قصدي، والميدل سترب أيضا بهذا الاتجاه. فحديد التسليح بهذه المنطقة الميدل سترب يتوزع بهذا الاتجاه بمسافة لنفرض S 100 مليمتر سنتر تو سنتر بين حديد التسليح، هنا راح يتوزع 150 مليمتر سنتر تو سنتر. كثير من المصممين يعتمد بتوزيع يعني يعمم انه هذا العزم ايش قد قيمه حديد كميه حديد التسليح في هذه المنطقه ممكن يعممها، وطبعا ان هذه تعتمد على الكلفه الاقتصاديه و كم بانل عندي انا موجود ممكن اسلحها، كم بنايه عندي ممكن، فاذا كميات قد تكون مؤثره على كلفه الكليه او الاجماليه للمنشا. بالتالي البعض يصمم يخليها فقط على الماكسيمم على الميدل ستوب ويعممها، والافضل انه احنا نعتمد على متطلبات الاي سي اي كود او محدداته. يقول يفضل ان تسلحها بعزم يساوي 2 على 3 من عزم الميدل ستوب. هذا الحكي ينطبق على الاتجاه الثاني تماما، يعني الاتجاه الطويل. لو كان العزم الان من هذه الجهه إذن عندي ميدل سترب بهذا الاتجاه، هذا العفو هذا ميدل سترب وهذا كولوم سترب وهذه أيضا كولوم سترب، أيضا ينطبق عليه هذا الكلام. الآن بقى علي أن أحسب حسب الطريقة method 2. الآن حسبنا الفاكتورات، أنا طبعا ما بينت الجدول لحد هسه لكن لا بأس ناخذ فكرة عن الجدول. هذا هو الجدول، هذه هي الحالات المذكورة. إحنا قلنا عندنا خمس حالات، فإذا method 2 table 1 أركز على هذه، وهذه التيبلات موجودة أو التيبلز موجودة عندنا في المحاضرات اللي تم إرسالها سابقا بالملف. method 2 table 1 إذا راح أعتمد على table 1 في تصميم الأسلاب وحساب العزوم لإيجاد العزوم في المناطق الحرجة أو critical section حتى أقدر أحسب كمية حديد التسليح لهذه الأسلاب. الحالات الخمسة مثل ما قلنا case 1 interior panel، وهذه هي نكون عندي نيجاتيف مومنت كونتينوس ايج ديسكونتينوس ايج وبوزيتيف مومنت. كيس 2 1 ايج كونتينوس، يعني عندي العفو 1 ايج ديسكونتينوس 3 كونتينوس و1 ديسكونتينوس، او عندي 2 ايج كونتينوس و2 ايج
discontinuous. الحالة الرابعة 3H discontinuous، يعني ثلاث جهات غير مستمرة وجهة واحدة مستمرة، وعندي الحالة الخامسة أنه جميع الجهات غير مستمرة. هذا الجدول راح نستعمله في حساب العزوم وإزادة الفاكتورات. طبعا الفاكتورات هنا شو يقول؟ يقول the value of M تتراوح من 1 إلى 0.5، وعندي اللونج span أو value of M هذه مخلي لها فقط قيمة واحدة، هسه راح نبين بالمثال، وأنه هذه ما راح تعتمد طبعا على short direction، ما مدخل بها أيضا الـ M، فقط بالنسبة لحساب العزم M C في الأوميجا في الـ S تربيع، هذه هي M أو M معامل M قيمته تساوي short direction على long direction. بالتعريف قايل هذا الشورت دايركشن ما محدد هل هو كلير او نوت كلير، ما كلش واضح بالفقره اللي يذكرها هنا، قايل لونج سبان على الشورت سبان على اللونج سبان. في الطريقه الثالثه اللي هي ميثود 3 يحدد بشكل واضح، يقول اي على بي اللي هي الشورت كلير سبان على لونج كلير سبان. خلينا نروح هذه بعدين نلجأ او نبين كيفيه اختيار الفاكتورات. خليني نرجع على